يقول أحسن الله إليكم: وبعضهم يقول عند الأذان: أسأل الله تعالى بحق هذا الأذان أن يوفقك. هذا ما ورد، إنما الذي ورد أنك تجيب المؤذن تقول مثل ما يقول، ثم إذا انتهى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، فأثل اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وفي رواية: إنك لا تخلف الميعاد. هذا الذي ورد.